سنة 2015 مكدسي بأكوام النفايات والأزمات السياسية المتراكمة تنهي آخر أيامها غير مأسوف عليها. يا ست مريم، وآخر الفضايح ما كشفته اليوم صحيفة النهار عن ملف ترحيل النفايات. كثير حس حيل يعني ستيل الجديد، انسى أخبار الجديد كذب وملفقة، وريبورتيري الجديد بيقبضوا مصاري، وكله كذب بكذب وتلفيق، وما تصدقوا أخبارنا وما تخلوا عينكم علينا وانسى يا فوفة. خلصت. في طقسنا اليوم في عواصف ورعد، وانتبهوا اتزحطوا بالسيارات وانتبهوا من الحوادث، وان شاء الله بتنبسطوا. وانتوا شو عاملين اليوم؟ انت شو عم تعمل هون؟ امك عاز شوفي اخذ المدير العام مش هون، قلنا يلا بنخليها سدح حدا. اي مدير عام مش هون؟ مش هون المدير العام. مين قال لك؟ هلا كنت عنده بمكتبه المدير العام من الصبح قاعد عم سمر مدير العام بمكتبه؟ كنت شو عم تعمل هون؟ عنا نشرة. يلا ابو طلال بشرفك، عنا نشرة. شو الموضوع؟ شو انت؟ لا خلي عينك بعد جديد بتحط اكيد معنا. شو صاير معك؟ يا ابو طلال عنا نشرة. خلي عينك على الجديد. انسي النشرة، انسي النشرة اليوم. خلي عينك على الجديد. على الجديد معنا، العيد له معنا. بالصبح بالعشية ما بننسيك، بالسهرية قالوا جديد هيني. طب يلا خلص عن جد نبلش النشرة. كنا على الهواء؟ عن جد كنا على الهواء؟ يا طابت أوقاتكم. سنة 2015 المكدسة بأكوام النفايات والأزمات السياسية المتراكمة تنهي آخر أيامها غير مأسوف عليها، وآخر الفضائح ما كشفته اليوم صحيفة النهار عن ملف ترحيل النفايات. ونشرت أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما شينوك البريطاني. سيلفي شو؟ سيلفي عمشان الانستغرام يا أبو طلال. نحن على الهواء حكي. ما في سيلفي، ما في سيلفي. يلا خلص خد الامور شوي بجديه، مش بضلك على طول هيك مهيبر وهرقه وانه محاسب حالك مهضوم. خلص بلاي معقولة منك بس مش بس من النشرة. حتشوفي شو حاعمل يا ست سمر. شو بدك تعمل يعني؟ حتشوفي على اساس سايبه هي دكانه.